بدي حاصر خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتر وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بالف خير في بدايه شهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والنصر والبركات والتحرير. نقدم لكم هذه الحلقة من كلية الطب شعبة إعزاز من مدينة مارع في الريف الشمالي. أهلا وسهلا بكم، نرحب وإياكم بضيفنا الدكتور عثمان حجاوي، عميد كلية الطب في جامعة حلب في المناطق المحررة شعبة إعزاز، أخصائي قلبي. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، نتابع وإياكم الحوار مع الدكتور عثمان بعد مشاهدة هذا الاستطلاع. ايش السبب اللي خلاك تدخل كلية الطب؟ بصراحة يعني ابرز الاسباب انه نحن في المناطق المحررة بشكل عام عندنا نقص حاد في الكوادر الطبية. نحن بحاجة لجيل يشيل هالنقص يسده، نقدر نقوم بسوريا من اول وجديد، وان شاء الله راح نكون بهالموقع هذا بالبلد. اسمي سليمان جاسم من ريف ادلب من جسر شغور. طب خدمة انسانية وانا بحب الفرع وكان حلمي. أول شيء بكفر تخاريم طلبوا معدل عالي وهون معدل أقل، وتاني شيء هون أفضل من كفر تخاريم لأنه هون في جامعة في مشافي تركية شهر استاجات بالسنة الرابعة والخامسة، فأفضل من كفر تخاريم لأنه هنيك أضعف شوي. يعني هو نحن كان حلمنا من الصغر أنه نسجل طب، والحمد لله يعني قاموا هاي أول سنة عملونا كلية وقدرنا نسجل بفضل الله تعالى. طالب أحمد سوادي، كلية الطب البشري بجامعة حلب الحرة فرع مارع. الحمد لله يعني المستوى مقبول للجيد، يعني في تحسنات، وإن شاء الله المسؤولين المقيمين على هذا العمل عم يحاولوا إنه يقدمونا أفضل ما يمكن. يعني الحمد لله رب العالمين، هي كويسة كمبدئيا، يعني إنها جامعتنا مستحدثة وستة وليدي، يعني بدنا يسا يعني شغلات، يعني مثل ما بيقولوا أول شيء الفرع بده يكونوا يعني فرع ستات جديد، بده يكون لسه يعني قوي، وبدنا تقوي، بدنا كذا. الكيميائي احمد حاج مصطفى، دبلوم دراسات عليا بالكيمياء التحليليه من جامعه حلب. نحن هنا في مخبر الكيمياء العامه في كليه الطب في مدينه مارع. تم تجهيز هذا المخبر بالادوات والمواد البسيطه التي تسمح لنا باجراء بعض التجارب البسيطه مثل تفاعل الحمض والاساس، والحمد لله رب العالمين، يعني قدر الامكان يتم التعامل بالموجود، بالاضافه الى موضوع السيموليشن لاعطاء الطلاب والتوضيح التجارب. نأمل بخلال الفترة القريبة والعاجلة إن شاء الله تأمين بعض الأدوات التي تسمح لنا بإجراء المعايرات من خلال توفر بعض الكواشف مثل كاشف عباد الشمس والفينول فتالين والمشعرات الأخرى. دكتور عثمان، شهدنا مع السادة المشاهدين هذا الاستطلاع الآن عن كلية الطب. لو عدنا إلى البدايات، كلية الطب شعبة إعزاز انطلقت في 1/11/2017 البداية الحقيقية. طيب ما هي الظروف التي أوجبت إحداث كلية ثانية في الريف الشمالي بالرغم من وجود كلية في حلب في ريف إدلب، كلية في جامعة حلب في ريف إدلب؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. الحاجة الماسة لإحداث كلية الطب هي أسباب عديدة. أول سبب هجرة الأطباء من المناطق المحررة إلى خارج سوريا. ثاني شيء العدد المتزايد للسكان. نعم. الهجرة من المناطق المحاصرة إلى المنطقة ريف درع الفرات. نعم. المنطقة ريف الشمالي، فاضطرينا أسفين لهذا المعنى لإحداث كلية الطب. الحاجة الماسة هي اللي أحدثت أحداث كلية الطب. يعني لا يوجد تناسب بين أعداد السكان وبين أعداد الأطباء. أعداد السكان أعداد كبيرة جدا بحوالي 3 مليون إذا كان الإحصائية صحيحة. نعم. على ما أعتقد العدد القليل من الأطباء، ندرة الاختصاصات النادرة خصوصا بعض الجراحات، بعض معالجات الأورام، بعض الأطباء الاختصاصات الدقيقة غير متوفرة بمنطقة درع الفرات، فقررت الحكومة المؤقتة إلى إحداث كلية الطب.
يعني الآن قديش عدد الأطباء الموجودين في الريف الشمالي منطقة درع الفرات؟ حوالي 200 طبيب. حوالي 200 طبيب. يضاف يعني إلى هذا الرقم أو من ضمن هذا الرقم هن أطباء الأسنان. أطباء الأسنان طبعا يضاف إلى هذا الرقم وبعض الصيادلة الموجودين في منطقة درع الفرات. حتى الصيادلة أيضا. حتى الصيادلة. وبالتالي هناك نقص كبير وخاصة في اختصاصات يعني النادرة مثل طب الأورام القلبية التجميل إلى ما هناك. يعني طبعا اختصاصات النادرة غير متوفرة في منطقة درع الفرات، حتى ما في أخصائي أورام بكل درع الفرات، أخصائيين قلبية يمكن 2 أو 3 بكل درع الفرات، ما في عندنا لاج، ما في جراحة قلبية، ما في قسطرة قلبية، ما في عندنا معالجة كيميائية لأمراض الأورام. إذا هذه الأسباب التي أدت يعني إلى إحداث هذه الكلية. أسباب عديدة ومنها نعم. هذا أحد الأسباب التي ذكرناها. لكن الآن لو دخلنا إلى الكلية بالذات، من ما تتألف الكلية التي بدأت العمل في 1/11/2017؟ الكلية هي استقبلت طلاب السنة الأولى كلية الطب البشري بمجموع 217 وما فوق. معدل 216 وما فوق. مجموعة الطلبة اللي موجود عندنا هلق حوالي 120 طالب. نعم سنة أولى. سنة أولى. بالوقت الحاضر أخوتنا وأهلنا في ريف الشام المهجرين أجوا لعدنا لهون، وتم إحداث السنة في هنيك طلاب سنة ثانية وثالثة، تم إحداث السنة الثانية والثالثة. هذا الأسبوع راح نبدأ بالسنة الثالثة. يعني أنت تقصد أن طلاب كلية الطب في غوض دمشق التي كانت موجودة في دوما، مدينة دوما، نتيجة التهجير انتقلوا إلى كلية الطب طبعاً في مارق. هذا القصد. بعد ما تهجرت أهلنا نعم. وطلابنا كان في فرع للجامعة هنيك نعم. كلية الطب، بعد التهجير القسري اللي نال أهلنا نعم. في الغوطة توجهوا إلى الريف الشمالي وتوجهوا إلى ريف إدلب. ريف إدلب نعم. فالطلبة اللي متواجدين بالريف الشمالي انتسبوا الى شعبة عزاز كلية الطب. تم استيعابهم جميعا. استيعابهم جميعا بدون اي مشكلة. كل العاملين في شعب في كلية الطب بريف الشام تم استيعابهم، طلبة وكادر تدريسي وكادر خدمي. نعم. طيب دكتور، يعني الكلية ما هي الاقسام التي تضمها كلية الطب شعبة عزاز؟ اقسام تم افتتاح الكلية طبعا بعام 2017 1/11/2017، فقط تم احداث هذا العام كلية الطب البشري. نأمل ونطمح في العام القادم الى احداث كلية الطب الاسنان والصيدلة حتى نكفي المناطق المحررة من سير، يصبح عندنا اكتفاء ذاتي في المناطق المحررة للكوادر الطبية. شاهدنا في الاستطلاع، شاهدنا الطلاب في المخابر وهم يعملون، شاهدنا أيضا مدرس أو مدير أحد المخابر وهو يتكلم. يعني هل أنتم راضون على مستوى المخابر الموجودة في الكلية؟ ليس راضين، ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. هي مجرد خطوة أولية، وكل خطوة تبدأ بخطوة النجاح تبدأ بخطوة أولى. نعم. ونطمح في الأعوام القادمة أن نطور هذا العمل، هذا الصرح العلمي الذي ليس لمدينة وليس لجميع الشعب السوري. طيب دكتور، يعني الطلاب من الذكور والإناث، ما هي نسب الذكور ونسب الإناث؟ نسب الذكور 70% أو 65، حوالي بين 65 والسبعين. نعم. والباقي إناث. والباقي إناث طبعا. نعم. الطلاب الذين سجلوا في السنة الأولى يحملون شهادة الدراسة الثانوية لعام 2017؟ القسم الأكبر يحمل شهادة البكالوريا 2017، ولكن في بعض الطلبة من الأعوام السابقة. هي حالة استثنائية حدثتها الكلية لأنها بحسب الحاجة الماسة في المناطق المحررة. طيب رسوم التسجيل لهؤلاء الطلبة؟ شيء رمزي لا يتعدى $200. أولاد الشهداء معفيين، أولاد الهيئة التدريسية معفيين، الفقراء اللي بسبب المرض أو بسبب شيء معفيين. إعاقة. يصدر قرار من رئاسة الجامعة بإعفاءهم أو عمالة الكلية. رئاسة الجامعة وعمالة الكلية طبعا مشترك. ما يخص يعني إقامة الطلاب في مدينة مارع وهم يتنقلون بمناطق مختلفة، حتى بعضهم من ريف يعني حلب الغربي أو إدلب وريفها، أين يقيمون؟ يقيموا في سكنين مختلف.
مختلفين. السكن الجامعي الأول هو للذكور، وفي سكن خاص للإناث. طبعا الطلاب اللي من تسمين الكلية من خارج منطقة الريف الشمالي درع الفرات. طيب دكتور، فيما يخص المناهج المعتمدة في كلية الطب، ما هي هذه المناهج؟ نفس جامعة حلب ونفس جامعة الشام، الجامعة الأم. الجامعة الأم، لأنه الجامعة الأم هي جامعة للوطن وللبلد وللشعب، وليست للنظام. صحيح. وليست لأي شخص في السلطة. نفس المناهج بدون أي تغيير. حتى الهيئة التدريسية، نسبة كبيرة من الهيئة التدريسية اللي هلب عمال يدرس في الكلية هم من أساتذة ملك جامعة حلب والشام. نعم. ما يخص الدوام دكتور، الدوام كم يوم في الأسبوع؟ 4 أيام. نعم. في الأسبوع 4 أيام في الأسبوع. طيب دكتور، من هي الجهات التي ساعدت في انطلاق كلية الطب شعبة إعزاز؟ عدة جهات. أول جهة هي كانت المجلس المحلي، طبعا الحكومة هي بالدرجة الأولى، والجامعة هذول كمؤسسات. نعم. من المؤسسات المحلية المجلس المحلي. نعم. قدم كل المساعدات. نعم. بعض المنظمات منها سوريا الخيرية، سيرة الشريتي، منها السامس، منها بعض الناس الطيبين واللي ساعدوا في إنجاح هذا الصرح العلمي في المناطق المحررة. طيب دكتور، سنتوقف لفاصل قصير ثم سنعود لمتابعة النقاش حول موضوع الخطط المستقبلية لكلية الطب شعبة إعزاز في التوسع وفي إعداد وافتتاح أقسام أخرى، وأيضا في تخريج كوادر طبية متخصصة تتناسب مع حاجة المجتمع في منطقة درع الفرات. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نتابع. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور عثمان، أهلا وسهلا بك من جديد في هذا القسم الثاني من هذه الحلقة. سنتابع معك الحوار أيضا بعد الذهاب إلى فاصل نشاهد فيه الاستطلاع الذي أعده فريق البرنامج. يعني لازمنا شيء يكون قريب معنا للدراسة وقريب للحياة الواقع، يعني شيء نشوفه بالحياة العملية ونشوفه نظري. في تقريبا نقص مواد عضوية، يعني يصعب تأمينها، تعرف أنت استيراد من برا البلد وكذا هيك يعني الوضع. خدمات لا، بسبب دعم الجامعة شوي قليل. طلاب نحن عم نعتمد على حالنا، الجامعة يعني بتحاول تفيدنا في كل شيء بتحسن عليه، بس ولكن ما تحسن تفيدنا بكل شيء. والله السكن، يعني الجامعة الحمد لله أمنت لنا سكن، نحن طلاب ريف إدلب وماشي حاله، يعني هلا حاليا مستأجرين بناية ماشي حال الحمد لله. يعني بالنسبة للمخابر، يعني هلا عندنا كتشريح، بالنسبة للتشريح بدنا جسي وما جسي، وبدنا دمية يعني ناخذ عليه مثلا العضلات الأوتار مثلا. بالنسبة للمخابر ككيمياء، الكيمياء بدنا معدات بيشر ما بيشر، يعني بس في معدات قليلة، في موجود الحمد لله رب العالمين، بس ما هو موجود المعدات الكاملة. بإذن الله هي ممتازة، جيدة جدا شوي، بس بإذن الله مستقبل راح تكون ممتازة. طبعا نقصنا كثير من التجهيزات بالنسبة للكيمياء العامة أو الكيمياء العضوية، مثل جهاز السكسولية، جهاز التقطير البسيط، بالإضافة إلى موضوع السخان الكهربائية. وبالنسبة أيضا لمخبر الزرع الجرثومي، ينقصنا الفرن واللاقحة والأوساط التفريقية والأطباق البترية. دكتور عثمان، شاهدنا معك الطلاب في السكن الجامعي، ما هو واقع السكن الجامعي في كلية الطب شعبة إعزاز؟ أستاذ مصطفى، تعرف يعني الوضع السكن في الريف الشمالي. نعم. أزمة سكن نتيجة هجرة أخوتنا، نزوح نسبة كبيرة من المناطق الثانية لمنطقة درع الفرات. السكن يعني كان في شوي صعوبات، ولكن حاولنا بقدر الاستطاعة نأمن سكن للطلبة، هذا الشيء. والشيء الثاني والأهم من هالشيء، يعني السكن غير متوفر في المناطق المحررة. السبب نتيجة ازدحام عدد السكان في منطقة درع الفرات. نعم، هناك يعني هجرات متزايدة يؤدي إلى ضغط. يعني المنطقة استيعابها كان بسيط، وهلق عمال تستوعب حوالي 3 مليون عدد سكان ريف درع الفرات.
يعني دكتور، هل نستطيع أن نقول أن موضوع السكن لم يعد عائقا أمام تسجيل الطلاب في كلية الطب؟ لم يعد عائقا بالوقت الحاضر. الجامعة مشكورة ورئيس الوزراء مشكور، راح يرسل لنا حوالي 18 كرفانة للسكن، وابتداء من يوم غد سوف تكون الكرفانات في مدينة مارع وحول الجامعة. طيب دكتور، لو عدنا إلى موضوع افتتاح السنة الثانية والثالثة، كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع ابتداء من اليوم؟ الحاجة الماسة هي اللي أجبرت الجامعة ورئاسة الوزراء وجميع الهيئة التدريسية على افتتاح السنة الثانية والثالثة. هذول أهلنا طلابنا اللي كانوا في ريف الشام تهجروا، والطالب لا ضروري يرجع لمقاعد الدراسة بدون أي مشاكل، لازم الطالب يرجع لمقاعد الدراسة. طيب يعني هل لديكم أعداد محددة لافتتاح السنة الثالثة والسنة الثانية؟ يعني الأعداد السنة الثالثة حوالي 40 طالب. نعم. والسنة الثانية ما في عندي إحصائية بالدقة، يعني عدد لا بأس فيه. الثالثة 40 طالب؟ حوالي 40 طالب. هل حصل الانقطاع لدى هؤلاء الطلاب بعد أن خرجوا من دومة؟ لمدة شهرين بسبب ظروف الحرب. شهرين؟ كيف سيتم التعامل مع هذه سوف نعوض لهم هذه المدة بتكثيف الدروس والدوام. تكثيف الدروس والدوام. طيب لو الآن عدنا إلى الامتحانات التي تجريها كلية الطب، أنتم الآن تقريبا في ما قبل نهاية الفصل الثاني الدراسي، كيف تجري الامتحانات؟ هل هناك مواعيد يعني متزامنة مع باقي كليات الجامعة؟ ما في تواقيت متزامنة مع بقية كليات الجامعة، كل جامعة حسب الظرف اللي هي فيه. على يعني احنا ماخذين بعين الاعتبار كل كلية. نعم. باعتبار انه جامعتنا نفس امتحانات جامعة حلب. نعم. في فصلين، فصل اول وفصل ثاني. نعم. حد الفصل الاول تم بنجاح، وكانت نسبة نجاح لا بأس فيها ونسبة رسوب لا بأس فيها. قديش يعني دكتور؟ يعني نجاح في بعض المواد 40%، في بعض المواد نسبة الرسوب 80%. ليست نسبة كبيرة؟ ليست كبيرة حسب كل مادة، يعني تختلف من طالب لطالب. يعني ممكن الظرف اللي احنا فيه، اول شيء الظرف اللي اجوا الطلاب متأخرين. نعم. ما كانت مهيئين، طالب خرج من مرحلة الثانوية ما دخل على جو الجامعة، فدائما بالفصل الاول وكنا طلاب، وانت حضرتك الطالب يعني بتعرف الفصل الاول دائما وليس مقياس لنجاح الطالب. لكن هل يعتبر هذا ظرف طبيعي وهذه نسبه طبيعيه في الرسوب؟ طبيعيه. وهل هذه الاسباب تعود الى تاخر الطلاب ذاته ولا الى تاخر الكليه في افتتاح تاخر الكليه بالسبب الاول، ولكن هذا امر طبيعي بكل الجامعات، نسبه النجاح 30-40%. طيب ما يخص دكتور، ما يخص يعني صدور نتائج امتحانات في المقررات الجامعية، هل تتم بمواعيد محددة يعرفها الطلاب مسبقا، أم أن هناك يعني نوع من التأخر؟ لا، حسب المواعيد الموضوعة من رئاسة الجامعة، ما في تأخر أبدا. هل هناك دورات تكميلية في السنوات الانتقالية؟ في دورات تكميلية للسنة الأولى والثانية والثالثة؟ تعرف أستاذ مصطفى أنه الكلية أحدثت فقط بعام 2017، والفصل الثاني ما قدمنا فيه امتحانات، بعد الفصل الثاني بشوف هاي الأمر بيرجع لرئاسة الجامعة. ولكن عموما في جامعة حلب هذا نظام ساري. ساري، وهلأ عدنا ساري نفس نظام جامعة حلب. نعم، عندكم ما زال ساري. ساري. إذن الامتحانات يعني تصدر أو النتائج الامتحانات تصدر في مواعيد محددة. 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 يعرفها الطالب مسبقا. يعرفها الطالب ويعرفها الكادر الإداري بالجامعة. ما يخص نموذج وضع الأسئلة في الامتحانات، هل هي أسئلة مؤتمتة أم 80-90% مؤتمتة؟ نعم، حسب نوع المادة. يعني حسب نوع المادة، في بعض المواد مش مؤتمتة ولكن أغلبية المواد مؤتمتة. طيب هل يذهب الطلاب إلى مشافي في السنة الأولى حتى يقوم بالجانب العملي؟ السنة الأولى ما فيها مشافي، ما فيها سريريات، السريريات تبدأ مع الطلبة من السنة الرابعة. طيب هل هناك إمكانية لإجراء هذه السريريات للطلاب؟
وعدونا أخوتنا الأتراك أنه تعرف أستاذ مصطفى فتحت عدة مشافي تركية، يعني إحداها في مارة وفي الراعي وفي الباب، مشافي على المهار ومشافي في سوريا أيضا وسوريا. نعم. ووعدونا أخوتنا الأتراك راح يسمحوا للطلبة بالدوام في هذه المشافي، ومشافينا مفتوحة لجميع طلبتنا، وأي طالب بفصل الصيف بده يتابع يجي كعملي لنفسه أهلا وسهلا فيه، متاح متاح طبعا. طيب بمناسبة دكتور، ما هو لماذا هذا الفرق الكبير بين معدل الدخول إلى كلية الطب في ريف حلب الشمالي في إعزاز 216 علامة، وفي شعبة كفر تخاريم 227؟ نعم 27، يعني اعتبروا هي الكلية الثانية أو الفرع الثاني لجامعة كفر تخاريم. بتعرف أستاذ مصطفى حتى على دور النظام الفاسد كان في جامعة حلب معدل، جامعة الفرات معدل، نعم. جامعة اللاذقية تشرين معدل. هذا طبيعي. طبيعي، هذا أمر طيب. طبيعي. فنعود إلى سؤال الاستراتيجية. طموحنا كبير، نستوعب جميع الطلبة، طموحنا نفتح، تم افتتاح جميع المخابر على أكمل وجه. طموحنا نعمل كلية أسنان العام القادم، كلية أسنان. صيدلة طبعا، طب أسنان وكلية صيدلة، تأمين هيئة تدريسية من جميع الاختصاصات، زيادة عدد الخريجين للعوام القادمة، إقناء إعطاء الطالب ما يحتاجه من سكن، وتأمين له جميع الظروف التي تتيح له لأن يصبح طبيبا ناجحا في المستقبل. طيب موضوع التخصص دكتور، تخصصات، هل يمكن في المستقبل أن نشهد افتتاح أقسام تخصصية لإكمال دراسة الطلاب المتخرجين في الليسانس؟ طموحنا كبير طبعا، بعد التخرج ممكن الحكومة المؤقتة في هلق هيئة الاختصاصات، ممكن نعمل هيئة اختصاصات حسب رغبة كل طالب وحسب علامات كل طالب. نعم. ممكن يتم من توجهه لهذا المجال لحاجة، لتغطية حاجة البلد من الأطباء. أشكرك دكتور عثمان حجاوي عميد كلية الطب شعبة إعزاز في جامعة حلب في المناطق المحررة على هذا اللقاء. أتمنى أن نلتقي وإياكم في الأعوام القادمة بعد أن تستكمل الكلية افتتاح كافة أقسامها واختصاصاتها، وأن نرى الدفعات الأولى من الطلاب قد تخرجوا. أهلا وسهلا، توفي بلدكم ومدينة مارع والريف الشمالي لسوريا، نرحب بكم جميعا. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا أهلا وسهلا. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم نلتقي وإياكم بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم. والله الولد ما بدي حاصر، خليه حاصير، ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على إيدنا وعلى الزراعة. اجوا التتار وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد.